أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرسل فيها أهم ما نشر في المواقع والصحف العربية والعالمية، ولكن بعد أهم عناوين. نقرأ في موقع الهيئات إصابة 4 من عناصر الشرطة الحكومية في انفجار عبوة الناسفة شمالي الموصل. وفي المدى نطالع صدور أوامر قبض بحق أعضاء مفوضية الانتخابات مرهون بقناعة الادعاء العام. وفي كتابات نطالع دجلة يتدفق على العراق مجددا، أردوغان يأمر بتأجيل بدء ملء سد أليسو إلى تموس. أما في موقع جزيرة نت نقرأ تحت عنوان احتجاجات ليلية لليلة الثامنة على التوالي بالأردن، والرزاز يدعو للحوار. وفي العرب الجديد نقرأ الغارة الأمريكية تكشف استمرار وجود داعش في ليبيا. ونقرأ في القدس العربي ارتفاع حصيلة ثوران بركان فوغيغو في غواتيمالا إلى 99 قتيلا. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في الحياة، النقابات الأردنية تمهل حكومة الرزاز أسبوعا. أهلا بكم. عاد العراق بالزمن سياسيا إلى ما قبل 13 من مايو آيار الماضي، وهو تاريخ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية على مراحل، حيث أبطل البرلمان فعليا أمس نتائج الاستحقاق الذي جرى في 12 من مايو بقراره إعادة فرز كامل صناديق الاقتراع يدويا بحجة وجود تزوير على نطاق واسع، كما قرر البرلمان بحضور 172 نائبا من أصل 329 عضوا، حيث تم إلغاء نتائج النازحين والخارج. وأصدر البرلمان قرارا بتجميد عمل المفوضية العليا للانتخابات المتهمة أصلا بدورها بالمشاركة في التزوير، وكلف 9 قضاة مشهود لهم بالنزاهة من أجل الإشراف على عملية العد والفرز بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. وصوت مجلس النواب على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الذي أوصى بإعادة العد والفرز اليدويا وإلغاء انتخابات النازحين والخارج، وألغى المادة 38 من قانون الانتخابات المتعلقة بالعد والفرز الإلكترونيين، ليصبح القرار بمنزلة قانون ملزم بذلك، لتكون نتائج الانتخابات أبطلت فعليا، ومعها تكون تجمدت كل المفاوضات الجارية بين الكتل الفائزة لتشكيل التحالف الأكبر الذي يحق له تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها. والمفاجئ في قرارات البرلمان هو تحديدا القرار بإعادة الفرز والعد في كل مراكز الاقتراع، وليس فقط في مناطق معينة يشكو الخاسرون أنها شهدت تلاعبا، خصوصا في أقلام الأنبار والمهجرين والخارج. وبموجب القرارات البرلمانية الجديدة يتوقع أن تتغير هوية ما لا يقل عن 20 نائبا، وهو إن حصل من شأنه أن يغير من الهوية السياسية للبرلمان المنتخب، نظرا إلى الفارق الضئيل في عدد نواب كل من الكتل الرئيسة الرابحة. دام الصراع طويلا بين البرلمان من جهة والمفوضية العليا من جهة ثانية، قبل أن تنقلب الحكومة بنفسها على المفوضية التي وضع عشرات الأعضاء منها ورئيسها بالذات معن الهتاوي في الإقامة الجبرية مع منع سفرهم، بما أنهم متورطون في تزوير واسع النطاق في عدد من المناطق العراقية وبعض مراكز الاقتراع في الخارج. ويتوقع أن تلاقي المحكمة الاتحادية كل من البرلمان والحكومة في منتصف الطريق، ليكون حكمها في دعاوى التزوير مشابها لقرارات مجلسي الوزراء والنواب، وبالتالي يصبح بطلان النتائج في انتظار إعادة فرزها حكما نهائيا. سيكون أمرا حميدا وصحيحا وسليما أن تعاقب مفوضية الانتخابات أو حتى يعاقب مسؤولون أو موظفون فيها إذا ما
ثبت أن المفوضية أو هؤلاء المسؤولين أو الموظفين لهم دور في عملية التزوير التي طالت العملية الانتخابية الأخيرة. التزوير ولا ينبغي لجريمة أن تمر من دون عقاب. هل المفوضية ومسؤولوها وموظفوها الذين تورطوا في هذه الجريمة يتحملون وحدهم المسؤولية عما صار ودار وجرى؟ فليس من العدل والإنصاف ترك المزورين من غير عقاب، وليس من العدل والإنصاف أيضا حصر العقاب بالمفوضية فقط وموظفيها. هناك أطراف آخرون مشاركون في هذه الجريمة يتعين أن تنالهم حصة من العقاب. هكذا كتب عدنان حسين في مقال له نشرته صحيفة المتح. أول هؤلاء الأطراف مجلس النواب نفسه، لأنه كان دائما يصر على التجاوز على الاستقلالية للمفوضية بجعل مسؤوليها يتعينون في مناصبهم على أساس المحاصصة. ومجلس النواب أصر دائما أيضا على رفض فكرة أن يكون في قوام الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية قضاء، فيما يستقطر الآن النواب الذين خسروا في الانتخابات الأخيرة على ضم قضاة إلى الهيئات التي ستتولى إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات، أو قصر المهمة على القضاة وحدهم واستبعاد المفوضية. مجلس النواب هو كذلك المسؤول الأول عن تشريع قانون الانتخابات الذي لا يضمن عدالة وإنصافا في اختيار الشعب لممثليه. ظل المجلس يرفض بعناد تعديل قانون الانتخابات على النحو الذي يضمن العدالة والإنصاف، ويتشبث باختيار صيغة من نظام سانت ليغو لتكون في مصلحة القوى والكتل الكبيرة على حساب القوى الصغيرة والمرشحين الأفراد. العمليات الانتخابية السابقة برلمانية ومحلية كلها ارتكبت فيها عمليات تزوير كانت دائما لصالح القوى المتنفذة والرؤوس الكبيرة فيها، التي لم تعد متنفذة وكبيرة إلا بسرقة المال العام. مجلس النواب لا يريد معاقبة المفوضية وحدها، بل أيضا الناخبين الذين لم يكن لهم ذنب في عمليات التزوير، ناخب الخارج ومخيمات النازحين ومقترع التصويت في إقليم كردستان، لم يقوموا هم بعمليات التزوير لتلغى أصواتهم بالجملة. عمليات التزوير في هذه القطاعات وغيرها قامت بها القوى المتنفذة التي تخرج نفسها الآن من قضية التزوير مثل الشعرة من العجين. بينما تعرف بلادنا بالرافدين، وفي الكتب اللاتينية تسمى ميسوبوتيميا وتعني بلاد ما بين النهرين، وطالما تغزل الشعراء بأنهارها ونظموا القصائد بجمال نهريها، لكن يبدو أن العراق سيعطش لأول مرة في تاريخه. كيف لا والبلاء أصابه بكل أركانه منذ مجيء المحتل، ولا ساسة المنطقة الخضراء اليوم لديهم إلا نتائج الانتخابات، هذا هو شغلهم الشاغل، وانتزاع المقاعد البرلمانية من بعضهم البعض، والتدافع مستمر بين الأحزاب والكتل السياسية تقاتلا طبعا على الأصوات دون الاهتمام بشريان الحياة النابض. كان هذا مستهل تقرير نشره موقع الهيئات. وبينما يترقب المواطن العراقي تطمينات من الحكومة أو توضيحا فيما إذا كان النهر سيجف فعلا أم لا، خرج وزير الموارد المائية حسن الجنابي بتصريح خجول بأن تركيا خالفت اتفاقات التنسيق المشترك بين البلدين بخصوص تخزين المياه في سد إيليسو، وأن هناك اتفاقات بين العراق وتركيا وتنسيقا مسبقا لتأجيل ملء السدود دون أن يفسر ما يحدث من صور إصابة المواطنين بالهلع، موصيا بترشيد استهلاك الماء وشراء خزانات للتهيئة لنقص الماء في خطاب استخف بحجم المشكلة وأبعادها. وبالتزامن مع السد التركي، أكدت حكومة إقليم كردستان العراق أن إيران غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل وأقامت 3 سدود كبيرة على نهر الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسين لمياه الإقليم والعراق ككل، كما أن تدفق المياه توقف كليا، إذ يعد الزاب الصغير أحد أهم الروافد 5 الرئيسة لنهر دجلة، كما سيؤثر تحويل إيران مجرى 43 رافدا
على المدن والمناطق المحيطة بالنهر إلى تعجيل جفاف الإقليم. ورغم أهمية وخطورة قطع المياه من قبل إيران عن الجانب العراقي، لكننا لم نشهد اعتراضاً أو رفضاً لما تقوم به من قبل ساسة المنطقة الخضراء. ويضيف التقرير: إذ لم تكن هناك أزمة أصلاً في كمية المياه بحسب العباد، ولا يزال نهر دجلة يتدفق كالمعتاد، فمن الذي روج لصور نقصان المياه التي تعود إلى سنين سابقة؟ وهل كان الهدف هو التغطية على التلاعب بنتائج الانتخابات وتمريرها في خضم الحديث عن مستقبل مرعب بغياب الماء وانعدام الحياة؟ أم أن هناك كارثة محدقة بالفعل بمستقبل العراق، ولكن الحكومة في فندق يسمى العراق؟ في الوقت الذي يعيش المواطن العراقي أيام شهر رمضان المبارك، بلغت الانقطاعات في التيار ذروتها بالتزامن مع حلول فصل الصيف الذي شهد ارتفاعا بدرجات الحرارة فاقت معدلات العام المنصرم. وكان المواطن يأمل وينتظر وهو يدفع الملايين للنظام، نظام الخصخصة، أن المنظومة الكهربائية ستتحسن وينعم بصيف آمن مع توفر ساعات إضافية من التيار الكهربائي، بحسب مقال للكاتب فائز جواد نشرته صحيفة الزمان العراقية. مع تصاعد حدة مناشدات وشكاوى المواطنين بسبب تردي الكهرباء والتي شملت نظام الخصخصة، بالتالي ما جعلت أصحاب المولدات الأهلية يضاعفون سعر الأمبير الواحد ليتجاوز 30,000 للذين يستطيعون دفع الفاتورة، وبعكسه فالمواطن الذي لا يستطيع فإنه يفطر ويتسحر على إنارة الفوانيس والشموع، ويضطر أن ينام على أسطح المنازل والأماكن المكشوفة مثل ما كان يفعل آباؤنا وأجدادنا في زمن مضى. نعم، أصحاب المولدات، وعندما نوجه لهم اللوم والعتب بسبب رفع أسعار الأمبير على أهله وذويه وجيرانه وأصحاب محلته، نجدكم محقا لسبب مهم جدا، ألا وهو أن حصة الوقود الغاز التي كانت تمنحها الحكومة لأصحاب المولدات في الأعوام الماضية قد حجبت العام الماضي، ونحن بلد نفطي وبلد مشتقات النفط، مضطر أصحاب المولدات لشراء براميل الوقود من السوق السوداء، وبالتالي يضاف على حمل المواطن المسكين، إضافة إلى قدم واستهلاك واستهراء مولداتهم الأهلية والتي تحتاج إلى إدامة وصيانة، وهي الأخرى أجورها تضاف إلى ظهر المواطن. نعم، هذا حالنا، ونحن نعيش شهر رمضان، شهر التسامح والمغفرة. ويضيف الكاتب: كلنا نتطلع إلى ما فرزته الانتخابات التي حطت مؤخرا وبعد إعلان النتائج وانتظار المواطن ما ستعلنه الكتل والأحزاب عن موعد تشكيل الحكومة المرتقبة. لكن يبدو أن الصراعات التي بدأت تتصاعد بعد إعلان النتائج والتشكيك والتخوين ما بين الكتل والمرشحين الفائزين والخاسرين بدأت تتضاعف لترمي سلبياتها على المواطن الذي لا حول له ولا قوة. استاءت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من قرار النظام السوري إقامة علاقات دبلوماسية مع إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بانفصالهما عن جورجيا وإلحاقهما بروسيا. وبهذا القرار أرادت موسكو أن تقول من جهة أن سوريا إقليما روسيا جديدا، ومن الطبيعي أن تعترف بإقليمها الشقيقة بأقاليمها الشقيقة كما يصف الكاتب. ومن جهة أخرى تحدثت عن عدم اعتراف الأوروبيين بالإقليمين المنفصلين فضلا عن ضم شبه جزيرة القرم، وقدمت عينة من استغلالاتها الكثيرة القادمة للإقليم السوري. أما نظام بشار الأسد فيرى أن اللحظة حانت لانتهاز الفرصة المتاحة لاستئناف ممارسة شرعيته دوليا ولو من بوابتي أبخازيا وأوسيتيا، بحسب الكاتب عبد الوهاب بدر خان في مقال له بصحيفة الحياة. لم يكن صعود خيار تأهيل الأسد صدفة، بالتزامن مع الورشة الروسية لتوسيع رقعة سيطرة النظام والسعي على إخراج كل القوات الأجنبية
حتى أن إسرائيل لم تتردد في إبداء عدم ممانعتها بقاء الأسد بعدما كان هذا ولا يزال موقفها الضمني والعملي، وإذا اختارت الجهر به فلتشجع الأسد على التجرؤ إزاء إيران، وهي لم تقدم أخيرا على تهديده إلا في سياق المطالبة بخروج الإيرانيين من سوريا لقاء أن يبقى في منصبه. تلك واحدة من المقايضات التي انفتحت سوقها لدى البحث في مستقبل منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي، فالنظام أراد البناء على استعادته الغوطة للتوجه جنوبا إلى درعا، وروسيا وجدتها فرصة سانحة لتحريك القطيعة بينها وبين الولايات المتحدة، وفرصة أخرى لإقفال الملف العالق مع إسرائيل بشأن التمدد الإيراني نحو جبهة الجولان. وكما يحصل كلما طرحت روسيا بإلحاح مد سيطرة النظام، فإنها اصطدمت هذه المرة أيضا باختلاط قوات النظام مع الميليشيات الإيرانية، وهي مشكلة لم تحلها سابقا خدعة توحيد الزي، ولا حاليا خدعة الاعتماد على الفيلق الخامس الذي أنشأه الروس وينقلونه من جبهة إلى جبهة، ويعتمدونه الآن كواجهة لقوات النظام المرشحة لتسلم الحدود مع الأردن وفي الجولان. الكاتب يضيف: حتى لو كان الأسد لا يزال متمتعا بهامش واسع للمناورة نظرا إلى شعوره بحاجة الجميع إليه، لأن حدود التلاعب بالدول ومصالحها له باتت مكشوفة، ذاك أن اعتراض الروس أو إغضابهم قد يكون مكلفا جدا للنظام، وإن لم يتعرض الأسد شخصيا لخطر جدي فهو لن يتمكن في أي حال من الأحوال من إقناع بوتين لا بالتصدي لإسرائيل ومنعها من استهدافها الإيرانيين وأتباعهم، ولا بأخذ صيغة النظام للتسوية، لأن روسيا تبحث عن صيغة تستطيع بيعها إلى الأمريكيين وبالأخص إلى الأوروبيين لاجتذابهم إلى ملف الإعمار. يمكن اعتبار الوضع المتفجر في مدينة درنا حاليا بعد أشهر من الحصار الذي يضربه الجيش بقيادة خليفة حفتر على المدينة مؤشرا واضحا على أن مؤتمر باريس لم يخفف من العداوة المستحكمة بين القيادات الليبية، وإن على حساب السكان المدنيين بحسب مقال الكاتب رشيد خشانة نشرته صحيفة القدس العربية. هناك سؤال مركزي في هذا المضمار يتعلق بوضع الجيش الليبي، إذ أن المحادثات التي تمت في القاهرة بين ضباط رفيعي المستوى من المحيطين بخليفة حفتر وضباط آخرين من المنطقة الغربية من المؤيدين لحكومة الوفاق لم تعطي حتى الآن مؤشرات قوية على تقدم في توحيد المؤسسة العسكرية، ويبدو الاتفاق صعباً لأن حفتر لن يقبل بتسمية قيادة جماعية للجيش ولا بتسليمها إلى عسكري من المنطقة الغربية، بينما يعتبر هذا التوحيد شرطا ضروريا لتأمين النواحي الأمنية للانتخابات. ووضعت الولايات المتحدة بثقلها في الميزان أخيرا عندما اجتمع وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى في طرابلس للمرة الأولى مع وفد ليبي ضم كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة وآمر الحرس الرئاسي وآمر المنطقة العسكرية الوسطى. أما الوفد الأمريكي فترأسه قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم الجنرال فالدهاوزر، ودار الحديث بين الجانبين حول بناء رؤية مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي. وشكل الاجتماع مؤشراً على تدخل أمريكي أكبر في الحرب على الجماعات المسلحة في ليبيا. في جميع الأحوال لا يمكن أن تكون أمريكا غير معنية بمسار الاستقرار في ليبيا الذي تشكل الانتخابات أحد مفاتيحه، غير أنها تفوض الأمر عموما لإيطاليا للخوض في الجوانب السياسية فيما تركز هي على ملاحقة عناصر تنظيمي الدولة والقاعدة أيضا واستهدافهما بواسطة ضربات جوية تصفها بالجراحية.
بعيدا عن السياسة، أكثر من مليار مدخن في العالم يشعلون كل دقيقة 11 مليون سيجارة، ويموت خلالها أكثر من كما يصف المقال 11 مليون، هذه عدد السجائر، ويموت خلالها أكثر من 10 أشخاص. وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يبلغ عدد الوفيات بسبب التدخين مع نهاية القرن 21 مليار شخص إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، ما يعني مجموع عدد ضحايا الحربين العالميتين معا. وتشير المنظمة في تقرير نشرته بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التعاطي تعاطي التبغ لعام 2018 تحت شعار التبغ وأمراض القلب، إلى أن 80% من المدخنين يعيشون في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويموت منهم سنويا نحو 7 ملايين شخص. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.